مش معقولة بتعملي مسلسل اتنين بيتخانقوا على واحدة طول الوقت. يعني انت كل اللي همك ان اتنين بيتخانقوا، يعني واحد بحجم احمد السقا واحد بحجم امير كرارة، الاتنين بيتخانقوا على مي عمر، يعني ما فيهاش مصداقية. يعني ممكن يتخانقوا على سعاد حسني، يتخانقوا على فاتن حمامة، لكن مش ما هو قالوا ان هي خليفة سعاد حسني وفاتن حمامة. مين اللي قال؟ في خبر انتشر هي شيرته. لا يعني لا لا لا، هي تقول زي ما هي عايزة، هي تقول زي ما، بس مين اللي قال؟ سعاد حسني.